بسم الله الرحمن الرحيم. أنا عمار أبو زيد، مدير إداري لمجمع صرمدة الطبي للنسائية والأطفال. طبعا المجمع بيقدم خدمات العيادة النسائية والتوليد الطبيعي والعمليات القيصرية، بالإضافة إلى عيادة الأطفال والحواضن، بالإضافة إلى خدمة اللقاح. في عنا منظومة إسعاف 24 ساعة، بالإضافة إلى قسم حماية المرأة وحماية الطفل وقسم التغذية والصحة المجتمعية. طبعا مثل ما بيعرف الجميع انه بالاونه الاخيره انه الدعم خف عن او توقف بشكل نهائي عن المجمع. طب خلينا نحكي شوي عن الامور كنا نقدمها نحن للمجمع خلال الفتره السابقه. طبعا نحن كمجمع او كعياده نسائيه وعياده اطفال عندنا شي 12000 ل 13000 مراجع شهريا بين كل الاقسام. طبعا عندنا شي 400 ولاده طبيعيه، 400 اقل شوي اكثر شوي، و100 ولاده قيصريه كل شهر، بالاضافه الى عياده الاطفال بتستقبل شيء 100 طفل يوميا، اضافه للاسعاف، اضافه للمخبر اللي بيقدم كافه التحاليل المخبريه بشكل مجاني، بالاضافه للصيدليه اللي بتقدم كافه الادويه كامله المجانيه المتاحه. طبعا هذا الشيء راح ياثر سلبا على المواطن بالدرجه الاولى، لانه هيدي اعباء كانها نحن مخففين على المواطن بشكل كتير كبير، واعباء ماديه يعني كتير راح يكون تكاليفها عالية من ناحية الولادة القيصرية، الأدوية، المخبريات وهي. طبعا نحن كإدارة يعني كنا عاملين خطة بديلة، بس يعني أكيد ما راح تكون طويلة. كنا عم نوفر من المستهلكات ومن الديزل من هالأمور هيدي، حاسبين حساب إنه راح يجي يوم ممكن نتعرض لهيك موقف. فنحن ممكن نستمر في عملنا مدة شهر شهرين كحد أقصى، بعدين نحن نضطر آسفين أن نوقف خدمات المشفى بشكل كامل. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الدكتور خالد السليم، اختصاص أطفال، أعمل في المجمع الطبي في سرمدة. طبعا المجمع يقدم خدمات كبيرة للإخوة المواطنين. أولا عيادة الأطفال، عدد المراجعين تقريبا يوميا وسطيا حوالي 100 مريض. طبعا نقدم لهم الفحص الطبي المجاني بالإضافة للأدوية المتوفرة في المجمع. طبعا الأدوية لدينا وللأسف يعني اقتربت من النفاذ، وأعداد كبيرة منها نفذ. بالإضافة لقسم الحواضن، قسم الحواضن طبعا شغال على مدار 24 ساعة، أكسجين، محروقات. طبعا المولدات تستهلك أعداد كبيرة وكميات كبيرة من المحروقات لأنه شغال على مدار 24 ساعة. نحن من مجمع سرمدة الطبي، يتم لدينا معاينات النسائية والولادات الطبيعية والقيصريات. في حالات مراجعين تقريبا تصل 100-110 حالات في النهار. تقريبا عندنا شغل 17 ولادة في 24 ساعة، في اليوم تقريبا 3-4 حالات قيصريات. في الشهر تقريبا يراجعنا للعيادة النسائية 2200 تقريبا حالة، معظم من النازحين والعايشين في الخيام. أنا معمار من حما، وجبت طفل عمره 3 أيام، ولدت مرتخي هوني وعمره 3 أيام. بعد 3 أيام اكتشفنا أنه مع نسبة أبو صفار، جبنا لهون على العيادات، فحصوا الدكتور وحولنا فورا على الغواصة مشان تخفف نسبة الأبو صفار عند الطفل. والحمد لله يعني المشفى كتير كويسة، وما قدرتنا إنه نروح على مشافي خاصة ونولد ونجيب أدوية أو نجيب شيء. نحن مهجرين هون، المشفى يعني كتير الحمد لله كويسة ومعاملة كويسة ونظافة ومن كل شيء الحمد لله. بس انه وقف الدعم هون عن المشفى يعني بدنا نتضايق كثير، يعني ما قدرتنا انه نحن نروح على مشافي خاصه ونجيب ادويه ونولد وهيك شغلات. يعني بتمنى انه الدعم يتم ماشي هون بهالمشفى، يعني بس وقف الدعم يعني بدنا نتضايق كثير، وما قدرتنا نحن هيك شغلات انه نروح على مشافي خاصه.